هكذا تتواصل الانطلاقات، هكذا يتجدد اللقاء بحضراتكم. شوط ينتهي وشوط آخر يبدأ بإثارة جميلة ورائعة يحملها ميدان دستور، ميدان الحقائق وهذا السن في انطلاقاته وتحدياته. ينطلق الشوط 19 في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم، الشوط 19 خاص بالإبكار الحقائق في هذا المسار، يحمل شعارات أبناء القبائل في فية الإنتاج والمنتجين. نسير مباشرة ونبحر في عمق الميدان. هذه الشاهينية، مطر بن غدير بن محمد المزروعي ياتي شاعر ويتقدم بهذا المسار على المركز الأول، بينما المركز الثاني طواري عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي ياتي في المركز الثاني، والمركز الثالث هذه مشكورة لراشد بن محمد بن راشد بن غدير على المركز الثالث. المركز الرابع تدخلت انذار وسوت بالابكار سالم بن خليفة بالضبيب الشامسي من احد شبابنا المقدمين هذه النوعية الجميلة، بينما المركز الخامس شوف مشاريع مانع بن صقر بن فلاق الاكتبي يقدم هذه الانطلاقة. المركز السادس ووصلت خصائص صالح بن سالم بن غصنة العامري. المركز السابع سابع المراكز وهذه طواري سليم بالصغير بن حميد الوهيبي. والمركز الثامن وصلت رقم ثمانية هذه انذار مبارك بن حمد بن القرين العامري. والمركز التاسع يا أبو حمد هذه هي الضبي غدير بن عبيد بن علي الاكتبي. والمركز العاشر أنمال تعود ملكيتها لمسلم بن سالم المحرمي هذه الذي انطلقت في عاشر المراكز في هذا الاندفاع. يا سلام أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى مسار الشوط. الشوط يحمل كذلك أسماء جميلة ورائعة، ولكن أشوف فيها المركز الأول بن فراد اللي تتقدم هذه الشاهينية. مطر بن غدير المزروعي يتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز الأول، بينما التحرك بدأ، المطالبة بدأت بالناموس والفوز وأمر مشروع للكل. سليم بالصغير بن حميد الوهيبي يطالب في ناموس هذا الشوط، وأيضا طواري عمران بسلطان بن تريم. وتدخلت في هذه اللحظات حشيمة يا سلام يا حشيمة 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 راشد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار. الله 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 وصل بالقرين كذلك راعي الخشمة وصل مع انذار مبارك بن حمد بالقرين العامري. الله يا سلام الانتاج والمنتجين، لذة الفوز والناموس ونشوة الفوز والناموس في الانتاج كذلك يحملها ملاك الانتاج ويعرفوها أهالي الانتاج. الله المركز الأول طواري سليم بصغير بن حميد الوهيبي على المركز الأول، ولكنها شوف الرقص، شوف حشيمة راشد بن حمدان الحميري راح الحميري نجومية يحمل في هذا الموسم الحميري ما شاء الله في هذا الانطلاق. المركز الثاني وصلت انذار مبارك بن حمد بالقرين العامري، ولكن راح الحميري بالمركز الأول. حشيمة في مكان الحشمة والناموس، وراشد بن حمدان الحميري يستاهل الفوز للمرة الثانية اليوم، يحقق الفوز في هذا الموسم ما شاء الله إنجازات عنده ونقاط كثيرة، يستاهل شكرا تويلي بن عبد الله الوهيبي كذلك في التضمير في هذا الأداء. بينما انذار مبارك بن حمد بالقرين العامري وصلت في المركز الثاني. المركز الثالث هذه طواري سليم بصغير بن حميد الوهيبي. المركز الرابع خصائص لصالح بن سالم بن غصن العامري. والمركز الخامس خامس السهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا الشوط الجميل. عودي إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام على شاشة التلفزيون في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع.
أربع دقائق توقيتها وسبع وعشرين ثانية، أربع دقائق سبع وعشرين ثانية، خمسة أجزاء من الثانية التوقيت الأفضل في صباحي هذا اليوم، توقيت حشيمة راشد بن حمدان بن محمد الحميري. يا تهانينا له والناموس على هذا الفوز. ناخذ المركز الثاني مع أبو عدنان في هذا المسار وهذا الانطلاق الجميل. حلت في المركز الثاني أربع دقائق ثلاثين ثانية، أربع أجزاء من الثانية. هذه هي أنذار المبارك بن حمد بالقرين العامري. والمركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت فيه طواري، طواري أربع دقائق واحد وثلاثين توقيتها وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكها سليم بالصغير بن حميد الوهيبي. تهانينا لجميع الفائزين.